أقيم في كنيسة القديسة كاترينا في بيت لحم قداس جنائزي لراحة الأب فراس حجازين الذي انتقل مؤخرا إلى الأمجاد السماوية بمشاركة عدد من الأباء الكهنة ووجهاء وممثلي المناطق الفلسطينية، وذلك تقديرا لخدمته الرعوية الحافلة بالعطاء والمحبة في العديد من البلدان. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. بحضور الرئيس الأساقفة المونسنيور بيير باتيستا باتسابالا، ترأس المطران بولس مارقوتسو المطران المساعد للمدبر الرسولي القداس الجنائزي لراحة نفس الأب فراس حجازين في كنيسة القديسة كاترينا في بيت لحم، بمشاركة عدد كبير من الكهنة من مختلف المناطق ومن الأباء الفرنسيسكان والبطركية اللاتينية، وبحضور رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان وعدد من الوجهاء وممثلي المؤسسات والجمعيات وقادة وأفراد مجموعة كشافة تيرسانتا نسور المهد وعدد محدود من أبناء الرعية وشقيقة الأب الراحل فراس الأخت لويزا التي بدورها ألقت كلمة شكرت الجميع على هذا القداس الجنائزي لراحة نفس الراحل الأب فراس. وتخلل القداس كلمة للأب إبراهيم فلتس تحدث فيها عن المحبة الكبيرة من أبناء الرعية والكنيسة للأب الراحل حجازين الذي زرع محبته في قلب كل من عرفه، وعدد فيها مناقب الأب الراحل الذي خدم في عدة رعايا منها أريحة القدس بيت لحم الأردن وحلب، وانتقل إلى رحمة الله بعد إصابته بالكورونا بعد حياة حافلة بالعطاء والمحبة والعمل الرعوي. اليوم احتفلنا وصلينا لراحة نفس أخونا العزيز والصديق الأب فراس رحمه الله. كان كاهن رائع بكل معنى الكلمة، عايش دعوته بحياة عطاء بحياة فرح لكل اللي عرفه. نحن هون بيت لحم خدم معنا كنائب خوري رعية وظل ترك أثره زي ما ترك في كل مكان في قلوب الكثيرين، عشان هيك اليوم كرعية بيت لحم قررنا نصلي لأجله مع كل الكهنة اللي كانوا موجودين. ربنا يدخل ملكوته ويعطي التعزية لأهله، أمين. وبعد القداس أقيم العزاء في ساحة الكنيسة على وقع ألحان موسيقية حزينة مع أخذ جميع شروط الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة. إحنا ما لازم نحزن، ما لازم نعزي بعض، لازم نفتخر لأنه أخوي فراس ترك بصمة اللي إحنا ما عرفناها ولا من حد عرفناها اليوم. أخوي عاش راهب مضحي، راهب بالعطاء، راهب المحبة، راهب الطفل، راهب المرسل. أخوي ضحى لآخر دقيقة بحياته، فبترجاكو عزائنا وفرحنا إنه فراس بالسما ما رح يتركنا، رح يكون شفيع لنا بالسما. إخواني خواتي، إحنا لازم نفتخر ونقول هنيالنا عنا ملاك بالسما. عزائي لكل شخص من آل حجازين وعكشة، عزائي لكل محب وحب فراس لأنه فراس كان يحب الكل، فكلنا منعزي بعض إنه فراس هو بالسما رح يشفع فينا. إخواني إلنا رسالة تركها فراس، نعيش شو علم شو قال وشو حكى. فراس 3-5 أشهر قعد بالبيت زرع المحبة، كان طفل عاش 5 أشهر بيناتكو وعلمكو مين هو الراهب المضحي المضحي المحب. يا إخواني إخواني خواتي، فراس ما تركنا، أخوي فراس ما تركنا ولا رح يتركنا. عزائنا بكل الرهبان والكهنة، خاص كل الكهنة اللي كانوا بجنبنا اللي حبونا وما تركونا بهاي الأوقات. الله يخليك إخواني ويطول عمركم ويخليكوا فوق روسنا، وشكرا لنور سات اللي بتخلينا ننشر كلمة فراس، شو علم فراس وابتسامة فراس، ابتسامة فراس اللي رح ترتسم إن شاء الله على وجه كل واحد فينا
راس عطانا مهمة هي ابتسامته وكلمته وعطاءه يا اخواني. الله يخليكم ويطول بعمركم اخواني حبايبي. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة سانتا كاترينا بيت لحم.